هناك الصندوق يقدم ثلاث انواع من الاستثمارات. استثمارات صغيره لبدء العمل للشركات التي هي في حاجه الى استثمارات صغيره لربما لانشاء شركه وللبدايه بالتوظيف الى اخره، وهي استثمار بقيمه 2,500,000 دينار جزائري. استثمار اخر لتطوير الشركه بقيمه 5,000,000 دينار جزائري، واستثمار لمخاطره في راس المال، معناتها استثمار لتمكين الشركه من النمو بطريقه اسرع والتي قيمتها 20,000,000 دينار جزائري.